يفوتك ولا يغيب عن بالك، هذا يجب أن لا يفوتك ولا يغيب عن بالك. كون الشخص اعتاد عادة فهذه العادة لا تجعل له ذاك العمل الذي اعتاد عليه مباحا، إنما إن كان الشرع أباح له ذلك فالحمد لله، وإلا فعليه أن ينتهي. أنت تعلم أن المسلمين في أول الإسلام وفي أول قدومهم إلى المدينة وقبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر، كانوا معتادين عليه إلى درجة لا تكاد تصدق. فقد جاء في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما هم على الزواج بفاطمة رضي الله عنها أخذ يتهيأ للبناء عليها، وهذا يتطلب شيئا من الفلوس. عنده شارف، تسمون شارف أي جمل، ما أدري أنتم تعرفون هذه اللغة؟ لا. الجمل يقال له شارف، هكذا في صحيح البخاري. عنده شارف، فاتفق مع قي، القي هو الذي يعمل بالصاغة بتذويب المعادن، وهؤلاء يحتاجون إلى الحطب وإلى الإذخر مشان يوقدوا النار. فاتفق مع رجل من هؤلاء على أن يأتيه بحمل على شارفه مقابل ثمن، فاتفق أنه برك جماله أمام دار من دور الأنصار، ثم ذهب يبحث عن بعض مصالحه. فلما رجع هذا ما رأى من حالة الجمل، قد بقر بطنه وأخرج معلاؤه، يعني إيش بسموه هذا الملاء، كبد، كبد، كاد يطير عقله. سأل من فعل هذا؟ قالوا له عمك حمزة. الله أكبر، حمزة عمه يبقر بطن جمله الذي هو سبب رزقه. فما كان منه إلا أن ذهب إلى الرسول عليه السلام يشكو أمره، فأسرع الرسول عليه السلام وجاء ودخل البيت الذي فيه عمه حمزة. فكلم حمزة على فعلته هذه وإذائه لابن أخيه في شارفه في جمله. أتدري ماذا قال حمزة لنبيه؟ قال: وهل أنتم إلا عبيد آبائي؟ حمزة يقول للرجل: هل أنتم، يعني أنت اللي عم تكلمني أنه لما فعلت هذا الفعل، إيش أنتم؟ أنتم عبيد لآبائي. هذا قاله لأنه كان في حالة السكر، وهنا الشاهد، فكانت العرب في الجاهلية اعتادت شرب الخمر وكانت هجيراها وديدنها، حتى فعل حمزة بجمل علي ما فعل. ولما جاء الرسول عليه السلام يريد أن يلفت نظره أن هذا ما يجوز، هذا إذاء وكذا، قال له: هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ والرسول لما عرف أن رجل ثمل يعني سكران تركه وانسحب. هذه العادة كانت عادة في الجاهلية، لكن الشارع أقرهم مدة من الزمان، بعدين أنزل آية: إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه. جاء النهي. بعد ما جاء النهي ليس لمسلم أن يقول: والله نحن معتادين على هذا،